الموجز من كاب 24، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم فتح سجل لتعداد ضحايا زلزال الحوز، وذلك في إطار القانون المتعلق بأحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي عقب صدور قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 من أكتوبر 2023، والذي تم بموجبه أعلن زلزال الحوز الذي عرفته بلادنا يوم الجمعة 8 من شتنبر 2023 واقعة كارثية. أضافت وزارة الداخلية أن عملية التقيد ستستمر لغاية 16 من يناير 2024، إما مباشرة بالمكاتب المخصصة لهذه الغاية على صعيد القيادات أو الملحقات الإدارية المعنية، أو عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، وذلك من قبل الضحية نفسها أو أحد ذوي حقوقها أو أي شخص ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية. أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية رعاية 2023-2024 التي تهدف تحقيق 3766 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة لفائدة 31 إقليماً. وتهدف العملية التي تطلقها الوزارة خلال الفترة الممتدة من 15 من نوفمبر 2023 إلى غاية 30 من مارس 2024 ضمن استمرارية الخدمات الصحية والاستجابة للحاجيات من الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجة البرد. وسيتم من خلال هذه العملية ضمان توفير الموارد البشرية والتجهيزات ووسائل النقل بالمراكز الصحية التي توجد المناطق المتضررة بها بفعل موجة البرد في دائرة نفوذها لاستقبال والتكفل بساكنة المناطق المحددة وعددها 745 مركزا صحيا. استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ والتلميذة ما اعتبره صمت الحكومة أمام الاحتقان في التعليم العمومي خدمة للتعليم الخصوصي. وقالت الجمعية في بيان لها إن الأسر الفقيرة وجزءا من الطبقة المتوسطة والفقيرة يعيشون محنة ومأساة حقيقيتين في ظل استمرار الإضراب للأسبوع الخامس على التوالي، وفي ظل استهتار وصمت حكوميين مريبين حيث تذكرون هذه الوضعية بمحنة أسر العالم القروي والوسط شبه الحضري سنة 2019 التي عاشت مدة شهرين من إضراب أطر الأكاديمية. وسجل المكتب الوطني للجمعية عددا من الملاحظات، أبرزها هجرة ملحوظة لتلاميذ المدرسة العمومية في اتجاه المدرسة الخصوصية، وتزايد الإقبال على مراكز الدعم بالوسط الحضري وشبه الحضري، وتحويلها من مراكز للدعم الليلي إلى العمل المتواصل ليلا ونهارا، مع إرهاق كاهل الأسر بواجبات الدروس الخصوصية بهذه المراكز في محاولة لتعويض الدروس الضائعة. قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان متابعة 25 مهاجرا سريا ينحدرون من دول جنوب الصحراء في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بتطوان 2 أمس الاثنين. وتابعت النيابة العامة المهاجرين المذكورين بتهم الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية والإقامة غير شرعية واستعمال العنف ضد رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بعملهم، مع سبق الإصرار والعصيان والتجمهر المسلح. جاء ذلك بعدما تمكنت القوات العمومية بعملة المضيق الفنيدق يوم الجمعة المنصرم من إحباط محاولة اقتحام جمعي لمدينة سبتة نفذها أزيد من 1000 مهاجر سري ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. أثار خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج جدلا واسعا بعد أن دعا الشعب المغربي إلى مخاطبة قادته من أجل إلغاء التطبيع مع إسرائيل. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج خلال مهرجان تضامني مع غزة نظمته حركة التوحيد والإصلاح أول أمس الأحد: أخاطبكم أيها المغاربة، الجماهير والقوى الإسلامية والوطنية، مهما كانت تياراتها السياسية أو الإيديولوجية، يمكنكم أن تخاطبوا قيادة البلد غيرة على المغرب ومصالحه وأمنه، وغيرة على فلسطين. واعتبر نشطاء مغاربة عبر مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن خالد مشعل تطاول على مؤسسات المملكة، معبرين عن استنكارهم الشديد من هذه التصريحات. وتداول نشطاء هاشتاج المغاربة لا يخاطبهم إلا ملكهم بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية.
رافضين من خلاله أي تعليمات من خلف مشعل للمغاربة، ومؤكدين أن الشعب المغربي لا يخاطبه إلا الملك محمد السادس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.